فقام مغطى الرأس. عظم الله أجوركم كما قال لأبي السلط الهروي: إذا رأيتني مغطى الرأس فاعلم بأن أجلي قد حان. أنا بعد مفارق الدنيا بأن اللعين قام بجريمته. فجاء سلام الله عليه إلى فراشي رمى بنفسه عليه وقد أخذت السموم مأخذها منه وتغيرت ألوانه، يقبض يمينا يبسط شمالا غريبا بعيدا عن أهله وعشيرته، والسموم تقطع أمعاءه كالمواسي أو كالسكاكين. فلما أحس بدنو أجله وتصرمت أيامه أشار إلى ناحية المدينة، فأقبل الإمام من بعدي أبو جعفر الجاد سلام الله عليه، رأى أباه بتلك الحالة اختنق بعبرته، ترقرقت دمعته، صرخ أبتاه وغربته وضيعته، وجلس عند رأسه. قام الإمام عليه السلام ضم ابنه وهو يبكي بحرقة: الله خليفتي فيكم. وأخذ يبدي إلي الوصايا وصية بعد أخرى، اضطجع على فراش المنية فلما أتم وصايا عرق جبينه سكن أنينه، وعند احتضار الموت مد يدي وأسبل رجلي وأغمض عيني، قرأ ياسين حتى ختمها وأطبق فاه، وفاضت روحه المقدسة. فأين المنادي وإماما وغريبا وعليا؟ فصرخ الجواد وأبت حتى إذا قام بتجهيزه ارتفعت تلك الجنازة وضج الطوس بأهلها. ويلي في طوس صارت صيحة لأجل الرضا وزلزال، والأرض ترجف والرضا مطروح في شيء، لشلت يمين الفاجر غال الرضا بسموم. يوم عبوس واكشار صاير علينا يوم، من المدينة ليتها جات هلا وعمو، وجاء لأبوه الكاظم ينظر عزيز شحال، إلا في طوس صارت صيحة لأجل الرضا وزلزل، والأرض ترجف والرضا مطروح في شيء. الله يا زهرة قومي ذا اليوم يا المحزون، شوفي عزيزك مرمي والسم غير له، ما مات منهم واحد في الدنيا موت عيون إلا بسم هذا مطروح في شيء، إلا في طوس صارت صيحة لأجل الرضا وزلزل،
والأراض ترجف والرضا مطروح في شيء الدهر جار وفراق عترت علي الها هذا بسم هذا مذبوح قلبه صاد وهذا بسجن وهذا مغلول بالأقيا وهذا ثلاث بالعراء مطروح محد شاء إلا في طوس صارت صيحة لأجل الرضا وزلزل والأرض ترجف والرضا مطروح في شيء أخ وقبر بطوس يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء تقبل عزاءنا اشف مرضانا اقض حوائجنا توجهوا بحق الإمام الرضا سلام الله عليه.